تحدثتم في صناعه الريبورتاج وصناعه الفيلم الوثائقي. دكتور باش نبدا بالبورتري ما يمكنش نبدا بالسونور ديالي. ملي كنبغي ندير بورتري خاصني على الاقل نعطي للمتلقي الموسيقى زوينه وتصويريه كتكون الفرحه البالغه. السلام عليكم، هشام كوكبي استاذ بالمعهد العالي للصحافه والاتصال تخصص الصحافه المكتوبه. صراحه البورتري ديال عمر النجاري بالنسبه لهذ السنه بالنسبه للبحوث ديال التخرج فاول بي اف او كيكون في الجنس الصحفي ديالو بورتري ماشي روبورتاج كما جرت عليه العاده. نون سولمون اول بورتري مي اول بورتري لعمر النجاري او الشاعر بعماريو او الجوهره السمراء ماشي السوداء باش ما نخلطوش مع العربي الحاج العربي بن مبارك. ثلاث طالب يسري الطالبه يسرى ولا عبد الجليل ولا رفيق نبيل كانت واحد اللمسه وبانوا ان شاء الله غيكونوا صحفيين مبتدئين كما شرت لها قويله في المناقشه. هم يوم امس كانوا تلاميذ ديالنا هما الان ولاو الزملاء ديالنا وحد سعيد للجميع. شكرا. احنا اليوم فخورين بهذا العمل اللي قدمنا اللي هو كان بورتري على عمر النجاري. العمل مشرف كما قالوا الاساتذه رغم الملاحظات اللي ان شاء الله غنخدموا عليهم. وهاد الثلاث سنوات ما داش هينه، تعلمنا فيها بزاف الحوايج وعانينا بزاف المشاكل، ولكن هذا الشيء كامل داخل في الدومين ديالنا اللي عاد غنبداو ان شاء الله المسيره البروفيسيونيل وان شاء الله يوفقنا الله جميعا. اولا السلام عليكم ورحمه الله. هذا نهار كبير الحمد لله، نهار تاريخي، نهار لشهاده ميلاد بالنسبه غير العمل الصحفي. أما الحمد لله الطريق مازال طويلة، مازال إن شاء الله الخير قدام. كنشكروا جميع الأساتذة اللي شرفوا على هذا البحث هذا، كنشكروا جميع كل من ساهم في هذا العمل، لا من صحفيين قدماء، لا من أساتذة، لا من يعني الطلبة ديالنا الزملاء، ولا الطلبة اللي جايين إن شاء الله في عالم صاحبة الجلالة. كنتمنوا الحمد لله الأفضل لهذ المهنة هذه وأنها تزيد مازال قدام، يعني العراقيين نحاولوا نتغلبوا عليها. وكنشكروا يعني مره اخرى جميع الاساتذه وكنترحموا بهذه المناسبه على الدكتور محمد طلال رحمه الله على هذا الارتداء الثقافي ويعني بكل معنى الكلمه. كنترحموا على الاستاذه عزيزه يحضي وكنترحموا على كل من اعطى لهذا المجال وباقي المجالات. شكرا. طبعا اليوم احنا في واحد الجو ديال مجموعه ديال الطلبه عندهم يعني اليوم ديال الموضوع التخرج ديالهم. طلبه يعني كانوا متميزين، طلبة ثلاث سنوات هما في التحصيل العلمي الأكاديمي داخل المعهد العالي للصحافة والاتصال للمؤسس ديالو رحمة الله عليه الدكتور محمد طلال. طبعا هذا المعهد هذا دائما ينجب مجموعة من الصحفيين والصحفيات اللي عندهم كفاءة عالية. الحمد لله اليوم شفنا واحد مشروع ديال التخرج ديال بورتخي ديال عمر النجاري. هذا البورتخي يستحق انه يدوز في التلفزيون ويدوز في المواقع لانه يوصل للرجويين باش يعرفوا النجاري ويعرفوا المسار ديال النجاري. طبعا المعهد فيه مجموعه من الطاقات وهو خزان اللي يحاول انه يصدر مجموعه من ويخرج مجموعه من الصحفيين المتميزين. فشكرا لهاد الطلبه اللي عطاونا هذا المنتوج الراقي، وشكرا للاساتذه اللي دائما كيعطيو ما في جهدهم باش هذا المستوى يكون ارقى في تحت غطاء المعهد العالي للصحافه والاتصال. المناقشه ديالي اليوم اللي ناقشتو انا والزملاء ديالي اللي كانوا معايا، الحمد لله داز داك الشيء بخير. العمل خدا بنقطه جيده وخدا توصيه باش يتداع. نتمنى ان شاء الله الخير من هنا قدام. حنا دابا ماشي ولينا دابا حنايا صحفيين ولينا زملاء، يعني نتمنى اننا ننجحوا في هذه المهمه هذه والله يكمل علينا. وشكرا بزاف. مزيد من المعلومات ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.